تمام. وده علاجه برضو مراحل من العلاج. اوكي، مرحله اولى وهي فيها اكتر من خطوه ان احنا نعالج الالتهاب ده. تمام. مرحله تانية انه مع زمن عشان ما يتكررش الموضوع ده هنحتاج نقوي عضلات الكتف. اوكي. فعلاج بالعلاج الطبيعي بقى، بالعلاج الطبيعي والتمرينات وشويه تمرينات سويدي في البيت. مش عايزين نخش الجيم وحديد، ده مجرد بار فاضي او حتى وزن خفيف، ونعمل تمرينات خفيفه للذراع عموما. ده يقوي عضلات الكتف. لكن لكن ده لازم يتعمل في مرحله ان انا مش متالم فيها. ايوه بالظبط، مش متالم فيها. ازاي اقضي على الالم؟ المرحله الاولى بتاعه علاج الالتهاب دي فيها كذا مكون. اول حاجه طبعا راحه، اربع ميه دافيه او تلج لو الوجع جامد قوي، ما تشيلش حاجه تقيله، ما مش حاجه فيها لف جامد، شويه تعليمات زي رايح كتفي ما نامش عليه زي ما اتكلمنا قبل كده. دهانات بالذات الحاجات اللي ريحتها نافذه، زيت كافور ونعناع والكلام ده، دي بتكون مفيده، بتحسن الدوره الدمويه، تقلل الالم والالتهاب. ممكن بعض المسكنات الامنه لو في حاجه نقدر نستخدمها. الفيتامين بي بالذات البي 12 سواء كان رصع حقن له دور ايجابي في الم الكتف، موثق.